يا اخوان وعاد البيت واقع كلها فترة بسيطة وتمرك تاني كده تعال نسألكم انتوا عارفين انه النوم الصحي مفروض يكون 8 ساعات هل في زول فيكم نام 8 ساعات دي؟ ما اظن كده نجربها في الاسبوعين دي طيب عندك كم كتاب في البيت ما قريته افتكر كتير يا اخي دي فرصة تراجع مكتبتك وتشوف الكتب اللي ما قريتها يا اخوان انتوا ما سمعتوا خير جليس في الزمان كتاب ابقوا عافية يا جماعة ابقوا عافية قي نفسك واهلك النار